أما في أفغانستان فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق السلطات في هذه المعلومات بحيادية. مع استمرار عملية فرز أصوات الناخبين في أفغانستان، يزداد الحديث داخل البلاد وخارجها في شأن حصول عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأفغانية الثانية منذ الإطاحة بحكم طالبان. الحديث حول عمليات تزوير محتملة تناولها ولو بشكل غير مباشر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في أفغانستان، الذي رفض الجزم بخصوص نزاهة وحرية الانتخابات. من المبكر جدا الحديث في هذا الأمر. قانون الانتخابات الأفغاني محق جدا في إعطاء مهلة طويلة للتدقيق قبل إعلان النتائج الرسمية، واللجنة الانتخابية ستعمل على التحقيق في الشكاوى التي وصلتنا، ومن ثم إعلان النتائج الرسمية بعد أسبوعين أو ثلاثة في 17 من سبتمبر. تصريحات لجنة المراقبة الأوروبية في كابول جاءت بعيد إعراب الاتحاد الأوروبي بشكل صريح عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد جميع المرشحين بالامتناع عن إعلان فوز أي طرف على حساب طرف آخر بانتظار انتهاء اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية من مراجعة مجريات العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية. نتائج ستحدد شكل الطاقم السياسي الذي سيحكم أفغانستان خلال السنوات المقبلة، ويكون تحديه الأكبر بلا شك هو إخراج البلاد من دوامة العنف التي تجتاحه منذ غزو أفغانستان عام 2001. مايا الموسوي، بي بي سي. رمضان هذا العام في أفغانستان مختلف. بعد يومين من الانتخابات الرئاسية في أفغانستان التي لم تخلو من العنف، يتطلع المسلمون هنا إلى السلم في رمضان، ويحدوهم الأمل باستقرار الوضع الأمني في البلاد. منذ الصباح الباكر يخرج الصائمون إلى الأسواق لشراء حاجياتهم مما توفر لإعداد مائدة الإفطار. الأفغان الذين أظهروا شدة العزيمة بسبب المعاناة التي يشعرون بها بسبب انعدام الأمن، لا يشعرون بالجوع والعطش لشدة عزيمتهم أيضا. لا نشعر بالجوع والعطش خلال رمضان، إنه شهر فضيل ونطلب من الله بركاته ومساعدته. وإن فرقت الحرب الأفغان، فإن رمضان يجمعهم على مائدة متواضعة للإفطار تتكون من الخضار والفواكه المعلبة. وما زالت الانتخابات الرئاسية تلقي بظلالها على هذا الشهر الفضيل. نصلي في رمضان وندعو الله أن يمنحنا رئيسا صادقا. وللأفغان أمنية أخرى في شهر رمضان الفضيل، أن يتوحد المسلمون في شتى أنحاء المعمورة. يولا زهر الدين، بي بي سي.